سابقنا نشيل هذا الشيء ديال المعارك، لان المعارك جات عقب المسيره. نعم. لان اعطيك واحد اللحظه انطلاق المسيره من الطاح. طاح هو الكروشي، كيتسمى الكروشي مالي كروشي يعني. نعم. كان نقل مباشر في التلفزيون وفي الراديو. كانوا اقطاب الاذاعه والتلفزيون فهم موجودين. الاذاعه كان عليها السي محمد ندوش، ومدير الاذاعه الوطنيه كامله بمركزيتها وجهوياتها ولهجاتها. سي بدوش راهو 50 عام هذه هو على الاذاعه وراز الكفء. في التلفزيون كان صديق معني، محمد صديق معني السلاوي. نعم. ولد السي احمد معني الله يرحمه، اللي كانت عنده مكتبه كبيره في سلام معروف وعالم. الصديق معنينو، محمد صديق معنينو، كان للتلفزيون كيعطي المراسله للتلفزيون، وبقى عاقل تعرف الكاميرا ماشي مول الصوت كافي الاذاعي كيشوف، بينما الكاميرا خصها تكون عاليه باش تاخذ لقطات عامه. سي معنينو قال لهم على انه بغى سياره، ذاك الكاميرامان وذاك المراسل اللي هو ولا الجماعه، على انه يكونوا عاليين شوي باش يقضوا مناظر عامه. بقى عاقل، عطاه جيب ديال الدرك ملكي، ومعنينو تخشع، معنينو وطني كبير، بدا كيقول لبيك اللهم لبيك. نعم. وكانه في الحرم المكي ولا هذا، وكان شيء رائع. السي بن ددوش كان عنده واحد نقل رائع حتى هو، ما كامل الرائعين الحقيقه هي هذه، لان هذا راه هما قمه الار تي ام ذيك الساعه، الاذاعه والتلفزه المغربيه. حتى واحد النقل رائع في هذه الاثناء، بن ددوش صوته حماسي راك تسمعوه يعني، يعني اش نقول، تقال قشعريره يعني. نعم. لك هذا هذه في الساعة العاشرة والنصف صباحا تماما، باقي عاقل شحال بحال هكا، انطلقت المسيرة، انطلقت إلى أرضنا الصحراء. واحد مقدمة ارتجالية ما كتصورش، راهي مسجلة في الأرشيف ديال الإذاعة، كنا كندوزوها كل سنة هذا. وكانوا آخرين، كان نسيت أنا قبل ما قلت لك، كان سعيد جديدي. سعيد جديدي هذا القسم الإسباني، وعنده الإسبانية ما شاء الله عليه، الله يعطيه الصحة تاعته ويشافينا ويشافيه. وكان عبد القادر الإدريسي هذا قلم سيال، وكان مصطفى العلوي، ونعم مصطفى العلوي هذا أنا نقول لك مصطفى، ديك الساعة أنا قرب مدارس محمد الخامس، هو كان ريبيتيتور علينا في الداخلية في لانترنا، هو واحد الآخرين ما فيش عقل عليا هو ولا ما عقلش، ولكن مصطفى العلوي ما يخفى، واحد إنسان يعني إذاعي، وآخرين يعني جيش. نعم. كلهم العلماء المعروفة. انتقلوا للمحور الآخر كما قلت لك، هو تغطية المعارك العسكرية ضد جبهة البوليساريو، يعني كيف غطيتوها ميدانيا؟ تغطية المعارك من أصعب ما يكون، لأنك أنت النار والقرطاس والصواريخ والطيائر والدبابات، وأنت مدني. وأنا مدني، أنا والكيب معايا، أنا ما كنكونش وحدي، كيكون معايا ضابط الصوت، ويكون معايا واحد جوج آخرين، الكابل مان هذو متكابلين الكابل، يعني الشغلة كانت واعرة، وكل معركة كنجوها. تكلمت ديك الساعه مع حاجه لي الكورونيل ماجور احمد الوالي، كان هو قائد الساقيه الحمراء، قلت له الكورونيل الله يخليك، هو حتى هو كيعرف، كنقول له الله يخليك، تكون المعركه اللي زادت مشتعله ما دوناش لها، لان احنا مدنيين ما عندنا سلاح، ولا عارفين كيفاش هذا. راه صديق معني مره ذكر شي حاجه، وقعت له بحال هكا مشكله مع واحد الضابط، قال له لا لا تموتوا لي في يدي وكذا، مصيبه مسؤوليه، صواريخ والغذائم فوق راسك وكذا، وديك شي قرطاسه شايط. كنا كنمشوا، السي كورونيل ماجور احمد الوالي اعتقد الجنرال هو الان، قال لي والله يا الشريف يعرفني صديقي، هو يعرف الحسانيه وخبير وراجل زين متعدل وهادي، هو من الاطلس، الاطلس المتوسط. عادوا كيجيبونا منين تقرب المعركه تنتهي ولا تنتهي، ولكن كيجوا مازال الدخخنه طالعه من هكم من هكم، باقي اثار الحرب، باقي ماشي اثارها كاع هي بحد ذاتها، غير بقى كيدونا عاود شي بلاصه اللي بعيد شويه من ذاك هذا. وكنجو زمت معارك، قلت الزمور بير زرنا، درنا لها حوزه، هذه سلسله الجبال اللي جايه شرق السمارة، الورق الزيز، طازوة، وعدد من المعارك. ما كاينش معركه اللي ما حضرناها الا نادرا. وهذه كانت كتكون عندها صدى عند المستمعين اكثر طبعا، عند الطرفين، اللي عند هنا في المغرب ولا حتى ربما في الشرق الطرف الاخر. ايه شوف، واحد المره هما دائما كيطلعوا بلاغات كاذبه،
حنا ما كنديروش البلاغات الكاذبه، كنجيبوا الحقائق كما هي. طبعا عندك كيتبان داك العاطفه الوطنيه شويه غير ما فيها طبعا كان عندنا كمغربي ما فيهاش، وحدين اخرين عندهم ايديولوجيات ثانيه وتوجيهات ثانيه احنا ما تعنينا. هاد وحدين اخرين غادي نرجعوا الاخ الاكبر ديالك وهذه مفارقه ربي رب واه كيف انه سي مربي ربي الله يرحمه كان في الطرف الاخر وكان مدير الاذاعه ديال البوليساريو وانت كنت كتشتغل، وبالتالي فكانت رسائل بين اخوين متناقضين. حدثنا على هاد التجربه الفريده ايضا. هو مربي رب وخويا الاكبر هو الكبير، هو الكبير عند الدكتور هيبه عند والده الله يرحمه. هو كان عنده مدرسه يعني مؤسسه تعليميه في الداخل الوحيده في الساقيه الحمراء والذهب القاره العربيه، وهو ما شاء الله عليه في سنه 75 76 يعاود لي هو بفمه وهو ما يكذب، هو مسقم راهم اللي يعرفوا يعرفوا مربي ربو ما العينين مربي ربو راهم ما فيه ذاك تلونات صديق صريح. قال عنه ضحوايا يعني الضحى، كاين شي دار حداه لا من اهل المنطقه، واش قالوا له جي يفطر والله هو مشى كيعرفوا من شرب اتاي، المهم الناس خصها تشرب اتاي في الصباح. وقال عنه تمرفض بدلو حد كاس من اتاي، ذاك الكاس كان هو اخر شيء يشوفه في الدنيا يعني انقطع عن العالم، عاد بلون كنقولوا احنا اذا فراغ بياض ما في شيء. انت لا يفيق يوعى جبر راسو حدا تندوف من بعد يومين ولا ثلاثه مزروق في واحد لاندروف. شنو قالوا؟ اختطفوه زقاوه ذاك الدروغ ومشاو به. هو كيذكرهم ولكن انا ماني ذاكرهم، ذكر بعض من المحتوى ما بغي يقولهم كامل، ماني ذاكرهم لانه عفى الله عما سلف الامور مشات. يا غير الحقيقه جوهر القضيه هي اختطف وزرقوه في تيكو قالوا البيضان لاندروفير من لورو ومعاه براميل ذوك التنوات اللي فيهم. اين سنه تقريبا؟ هذا 75 ديك الساعه الاختطافات الناس وكذا ويدوه من هون ويدوه من هون، كان تشك عن هاي الناس اللي قالت البوليزاري انا مشاو على خاطرهم راهو مولانا اكبر الشاهدي. نقول لك واحد القضيه اخرى عقب نرجع لمربي ربو، ديك الساعه يردوا عليا في وحدين منين فات ورجعوا هذاك وعليات ورجاله قالوا عنهم ديك الساعه هما في المضريقه وبليدات يسموا في ديك الخلايمه ولاهم عارفين مع دعايه اسبانيا لي ماروكان لوس ماروكيس لا يوكلوكم لا يعدلوا لكم وشاكر على المغاربه كاعش من الحيوانات ما بقى عروقيش وش من الدعايه ذنبتها اش كيديروا لهم؟ كيذبحوا وحدين الذبيحه الناس كيكون لحم بزاف الحيوان موجود ذاك الدم ديال اللي كذبيحه يديروه يوضع شي دراعه وملحفه وشي حاجه ويدير عليهم ذاك الدم ويجوا الناس دوك البدو هذا يقول لهم هذه فلانه قتلوها المغاربه راعي دم لا حول ولا قوه وهذه دراعه فلان مسكين اللعبه شغوه وعدلوا له وعدلوا له وعدلوا له الناس من البدو يشد عليهم يقولوا مط قايس الجزائر اللي ما مشى بار فورس يمشي بفرص اخرى هذه الحقيقه. ارجعوا لمربي ربو ملعين الله يرحمه يعني كيف الظروف اللي حتى يعني قلت لي بانه وعى في المخيمات في تندوف. هو قلت لك عنه منين وعى في ما نعرفهاش تندوف ولا ما هي بعيد منها جبر ساقو مكسور ساقو مكسر ترس في ذيك الجيب اللي حداه تنوات يعني ذوك ديال 20 لتر عرفتهم ذي اللي كيرفدوا على البل فيهم الماء وقاسيات صحات مع السكوس ومع هذا واحده منهم خبطت ساقو كسرت فوت بعد كم من الشهر هما دايرين له الجبيره هذه دايرين له هذا وما قد كرعوهم بالاضافه للتعذيب جميع انواع التعذيب من جمله الناس اللي قال عنهم عذبوه قال عنه خالق شخص ما هم الجزائر يا غير مع مخابره الجزائر وقال عنهم عذبوه كاملين يا غير العذاب اللي عدلوا ذاك الشخص ما عدلوا حد ثاني وراه الان هو على راس البوليزاريو من بطوش يعني. نعم بالاضافه الى هذا الجانب هذا واش ما كانش وان كنت سمعني ما كتبغيش تتكلم على هذا الموضوع طبيعه الحال حتى نتايا كانت مضايقات كانت تهديدات كتهدد الاسره ديالك شوف بحكم العمل الاعلامي اللي كنت كتقوم به والعمل الوطني اللي كنت كتقوم به. شوف انا كاع روايه وما اقول ولاد مع روحه روايه فيها مصلحه الوطن ما لا احابي فيها انا ولي الكبير صغير ديك الساعه يزحى مازال والله بعد عاد تحرى جاتني تليفون في شي 3:30 4 الصباح
والصوت السيد يتكلم معايا انا عرفته من بعد، عرفت صوته وعرفته، ولكن ماني قايل له خلي بينه كلها بينه، عقب ندم هو على ذاك. على كل حال قال لي شوف لي تحل في راسك بهذه العبارة، قال لي والله اديها في سوق راسك بالدريسة، وإلا ولا كذاك ما تعرف كانوا طلع ولا قض. أنا كنت راقل، قلت له شوف إلا جبرتوني في بلد ما فيه مولانا، إلا لقيتوني في شي بلاصة ما فيها الله سبحانه وتعالى ديروا اللي عجبكم، تحدي هكاك جاتني أنا ما خممت فيها. اتخيل على الدر كل مرة نعيط للمرأة فين يا مصطفى، ها واحدة يلعب الحمد لله الليل ونهار، وكسوني كنا أنا كنرقدوا حذايا، كنرقدوا حذايا عند واحد الكويمة ديالو، كنجرب كريعاتها كندير حذايا